السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله تعالى في مقاصدك إن شاء الله. بحث لباري فرضي كفاية دابو، فرضي كفاية أما كتن بفرضي كيدا كتري بواجبي كيدا كتري كلبعضي لمكلفين طلب دكرين، يعني هدفي أصلي أوي كفعل كهبي جا بعضي كيش أنجامي بدن كافية، لازمنا كاتكا كل أفراد مكلف أنجامي بدن حالكم سونا جا لا فرضي كفاية دا اختلاف هيا وانيا وكوشون لا واجب مخير دا اختلاف هبو ك آية بعضي كي مبهم واجبا وانيا لا واجب مخير دا ين كليك لفعل كان واجبا ين بعضي كي معين واجبا حاليقون سونا ليرج لفرضي كفاية دا او تشوار قولي هيا آية أوي كفعلك إلى سر واجب و لفرضي كفاية دا أوي كفعلك إلى سر واجب و آية بعضك وانيا ينا فعلك إلى سر هم والواجب و وانيا لسر كل أفراد حاليقون سونا ولي بأنجام داني بعضك لسر هم والجلادة حاليقون سونا اختلافي تدايدي وهو أي فرض الكفاية على البعض وفاقا للإمام الرازي فرضي كفاية لسر بعضي كي واجبا حالي قلت سونا أو بعضي يجدوا بعضك بعضي مبهم منزولة بعضي غير معين شونا هوني أقا بعضي كي غير معين أنجامي بدن قناهك لسر كزنا مينت حالي قلت سونا فس لسر بعضي واجبا كأوش موافقة دقل نزري إمام رازي حاليقون سونا باشا بشي دليلكي فرضي كفاية فقل لسر بعضك واجبا للاكتفاء بحصوله من البعض شن اقا بعضك انجاميان دا اكتفاء دكريت بحاصل بوني فعلك لو بعض افرادي دا اقا بعضك فعلك انجام دا اكتفاء في دكري فس ديارا انجام داني فعلك لبعضي مطلوب بوا حالي قلت سنة أنجام داني فعلك لترفي بعض ومطلوبها حالي قلت سنة أو نزل إمام رازيا دواكع دا أو دليلي كوهنا يتوى للاكتفاء بحصوله من البعض دبت قياسك حالي قلت سنة كإشارة بمقدمة دوام كردوا مقدمة أول شيء كمقدمة الشرطية حذف كراوة قياسك أولا لو لم يكن فرض الكفاية على البعض لم يكتف بحصوله من البعض وانيا أقا فرض كفاية واجبونك لسر بعضك نبا اكتفى ندك نابويك بعضك أنجام بدن لم يكتف بحصوله من البعض لكن التالي باطل فالمقدم باطل وانيا ونكتي لكن اكتفي بحصوله من البعض ونكتي للاكتفاء بحصوله من البعض هل يقول سنة أو إشارة بمقدمة دوام قياسك لكن اكتفي بحصوله من البعض فس كان فرض الكفاية على البعض هل يقول سنة أو إشارة بقياسك كألبتا أو دليل إمام رازي جواب شمدا وتوا هل يقول سنة كتيان بابا خو او دليل ثابت ناكد كا لسر بعض واجب بيت لواني لسر لواني لسر كلك واجب بيت وانيا ادي بو اكتفاء ذكريت بانجام داني بعضيكي بعضك انجامي بدن كافي دبيت دلو چونكو لا فرضي كفادة مقصودي اسليتي او يفعلك هبي وانيا مهمية ككي بيكاد وانيا لسر كلك واجب وا بلان خو لفرضي كفاية دا هدف ابتلاء وازمائش عبدك نية هدف او فعلك هبه دي وقت بعضك انجامين دا او فعلك واقع بوا
فعلك پیدا بوا ويدي لسر 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 كل جلادتي ونيا بس او دليل ثابت ناكات كلسر كل واجب نبو بيد لو انا لسر كل واجب بو بيد ونيا ولي اجا بعضك اج انجامي عندها لسر كل افراد لادسي شو خلينا هدف ابتلاء وازمايش عبد كان نيتا لازم بيد كل عبدك بيك حالي بون سونا مقصودي اصلي خند ماني دي مقصودي اصلي او بك فعلك هبي حالي بون سونا مقصودي اصلي وجودي فعلك بو بس او دليل امام رازي او جواب ينداو تو حالي بون سونا هاتشن مصنف دقال امام رازي هم نزلا حالي بون سونا او جواب دليلك لشربيني دا هنا بيتي او جار لا على الكلي مصنف كتي لسر بعض واجبة لسر كل افراد واجبنيا فرضي كفايك ونيا واجبونك لسر كل افراد نيا اوش خلافا للشيخ الامام والد المصنف والجمهوري اوش مخالفة دقل نزري باوكي مصنف دقل جمهوريش اوان دلن واجبونك لسر كل افراد ونيا لچی دا مصنف مخالفة دا قلبا وكي خوي ودا قل جمهوري في قولهم إنه على الكل لو دا كجمهور وباوكي مصنفش أو نكتو يانا واجبوني فرزو الكفاية لسر كل أفراد لسر كل أفراد واجبوا باشا بچ دليلكي لإثمهم بتركه جمهور كتو يانا أوني أجر وانكا هيچ كز نيكرت همو يان گناه بارن پس ديارة فعلك لسر همان واجب بوا حالي بون سونا لإثمهم بتركه اوش هل ويسقطوا بفعل البعض البتا اگر بعضك انجاميان دا گناها كلسر كل افراد لا دسير بلان اگر كل افراد انجاميان ندا همو يان گناه بار لبن پس ديارة فعلك لسر همان واجب بوا اوش هل اشارة بقياسك يان وأني قياسك اقتراني قياسك أشأوى فرض الكفاية يأثم الكل بتركه وأني همو بترككي جناه باردا بن حالي بون سنة أو اتفاقي لسريدي فرض الكفاية يأثم الكل بتركه وكل ما يأثم الكل بتركه يجب على الكل وأني ما دام همو بترككي جناه باردا بن أجا همو تركيا كرت حالي بون سنة بس ديارة لسر همان واجب هو فعلك حالي بون سونا جمهوريش او قياسي دين نوا بلام اما چون جواب دين نوا دلن بابا او كا اگر كل افراد فعلا يعني فرزو الكفاية كان تركر همو يان گناه بارده بن لبر اونية كفعلك لسر كل افراد واجب هو وانية بلكو لبر چيا لبر اوية كفعلك تحصيل نكراوا وانية نقلب الأول بيد كفعلك واجب بلسر كل أفراد بلكو لفرز الكفاية دا مقصودي أسلي أوي كفعلك وجودي ببيت فعلك تحصيل بكري لباشا وقت كل أفراد تركيب كان أو فعلك وجودي نابد حالي بون سونا بس لبر عدم تحصيل فعلك حالي بون سونا يعني وانك اگر مثالك ساده بيننا مثلا وانك فرض كان معلمك بدان شام زكاني خوي دليل اگر دليل وانك دليل يكك فلان كاريب كات اگر كارك نكره هم تنبيه لك لو قبيله نقبل كارك لسر هم يا واجب بو بيت حالي بون سونا بس واجيبا شو او جوابي كما ديدينا ومنعي كبراي قياسك يا حليبون سنة كبراي قياسك تبو كل ما يأثم الكل بتركه يجب على الكل حليبون سنة بلام اما دلين واجيب بان اثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا للوجوب عليهم دلين بابا راستا اقر كل افراد تركيان كرهمو قناه بارا وانيا بلام او بخاطري وينيه كفعلك لسر همان واجب بوا وانيه نال بر اويك وقتك كل افراد تركيدك او اختي فوتان دويانا شتيكي كتحصيل كرنكي مطلوب بوا
لترفي كل مكلفين و حالي بون سنة البته لترفي مكلفين و تحصيل اشتك مطلوب في الجملة ونيا لترفي مكلفين و طلب كراوة حصول فعلك بلا في الجملة ونيا في الجملة يعني بعزك بيكن حالي بون سنة في الجملة يعني إجمالا لمكلفين طلب كراوة في الجملة يعني إجمالا إجمالا يعني شون يعني لبعضك مبهم حالي بون سنة دي باشا يعني الشارع كتويتي بعضك دبي فعل كبكن ونيا نالت كل فردك دبي فعل كبكن كتويتي بعضك دبي بيكن بلام أو بعضي لأنه مكلفين ده حالي بون سنة دي باشا هيتش كاز لمكلفين نيكر دوا بس أقوابت هموت هم بيدك دي حالي بون سنة في الجملة إدلال للوجوب عليهم نقل برويك فعلك فعلك لسر هم واجب كربي ونيا نقل برويك فعلك لسر هم واجب بي لبروي نبوا ك ونك هم جناه بارد من حليمون سنة بل كل سر بعضي مبهم واجب بوا في الجملة أوج معنى ذكرته يعني لا لمكلفين فعلك طلب كرابو حالی بون سونا بلان لهن مکلفه طلب کرابو اگر غیریوی فعلک انجام نداد ونیا بلان اگر غیریوی انجام داد تازه لو مکلفه طلب نکره دی حالی بون سونا لهن مکلفه طلبی کربو اگر غیریوی فعلک انجام نداد حالی بون سونا دخونا به تواجب بون لسر کل افراد حالی بون سونا يعني بتويت اگر غيري تو انجام ندا دبي تو بيكي حالي بون سنة اگر غيري من انجام ندا لسنة من واجبة حالي بون سنة دي باشا فرسكين اما دون فرمان هبيل كل المكلف اگر غيري من انجام ندا لسنة من واجبة دو اگر امش انجام ندا لسنة ويج واجب دبي حالي بون سنة وإلا لحالة عادية لسر كل أفراد واجبني أجر غيري من أنجامي ذات هذا لسر من واجبني حالي بون سونا بس أجوابك أوكه من جناه باردة بن لبر أوينية كلحالة عادية فعلك لسر كل أفراد واجبوا به حالي بون سونا لسر بعضك مبهم واجبوا حالي بون سونا أوش جوابي وانك دليل جمهوريا حالي بون سونا بلان مصنف دقل إمام رازي بويدين حالي بون سونا آياتي كيش بعنوان دليل دين نوا أواني كدلن واجبوني فعلك لسر بعضك لأفرادا آياتكش أويا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا آياتك دا باسي دعوة بولاي خير أمر بمعروف نهي لمنكر كراوة كوانا فرض الكفاية حالي بون سونا جان نيكتو هموتان بيكن وانيا كتويتي منكم ولتكم منكم أمة مني بعضيه هنا وانيا بس أقوابر أمر كانوا لبعض وانا كروي لبعض كردوا روي لكل أفراد نكردوا بويا شارح دليل قال المصنف ويدل لما اخترناه قوله تعالى ولتكن منكم أمة تآخر آيتك حالي بون سنة مصنف فرموية لا جيديك كدلالة دكات بو أو دلالة دكات بنفع إمام دلالة دكات لسر أو قول أوليك قول إمام رازيج بو دلالة دكات لسر أو قول أوليك أمر اختيار من كر أو آيتيا كلو آتي دا أمر ببعضك كراوة حالي بون سونا البتا جمهوريش كتوانا جاخو أو ندلن منكم خطابك دا قل هموانا وانيا خطابك دا قل هموانا بس أقوابك واجبوني فعلك لسر كل أفراد وانيا أمش دلن بابا راستا خطابك دا قل هموانا بلانخو أمرك ببعضك كراوة ونيا همو مخاطب بلان بعضك مأمور حالي بون سنة بس أو أعتب بنفع مصنف إمام رازية حالي بون سنة كدلن واجبوني فعلك لسر بعضك لأفراده حالي بون سنة
جاء البتة ليرا وانك جمهوريش دو آياتين هنا وتو كدو آياتك وانشان ددن واجبوني فعلك لسر كل أفراد بيت يكي كان آي قاتل المشركين وانيا كأوا أمرك بكل أفراد دي قاتلوا وانيا خو أمرك أمرك تعلقي ببعضك لأفراد ونبستوا وانيا قاتلوا هموتا شربكا دقى المشركين ين آتكيدك قاتل الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر بس جهاد دي جهاد فرض الكفاية وانيا أمركش بكل أفراد كلا وقاتلوا وانيا نال قاتل وانك قاتل بعض منكم وانيا إذي أمرك بكل أفراد كلا وأوانش أو آتدين جاء لمقاسي آتكان دا أو آتيك مصنف هنا يتوا وأو دو آتيك جمهور دي هنوا حاليبون سولا هر دو آتك تأويل يعني وانك آيتي هر دو طرف تأويل لكري قابل تأويل حاليبون سولا شو مصنفك أو آتي دي هنا ولتكن منكم أمة وانيا جمهور دين آتك تأويل لكن دلن بابا ليرخو وانك نايه بلد ولا أمرك نسبة ببعضك لأفراد حالي كنتونا أو فعلك لسر كل أفراد واجبا بلام أو آتا ديهوي بلد بعضك لنقو فعلك بكن يعني أقا بعضك وكردو قناك لسر هم ولا دتي يعني معنى آتك أويا جمهور وانكتو حالي كنتونا وكل شربيني دا إشارة في ذكات دل معنى جمهور كتير معنى آتك أولية كفعلك فقل لسر بعضك واجب فعلك لسر كل أفراد واجبا ولي آتك دل بعضك بيكن يعني أجا بعضك كردو قناك لسر هم ولادتي وانيا يسقط هذا الفرض عنكم وانيا بفعل بعض منكم بفعل طائفة منكم حالي كنتونا أو آتك بس آوى تأويل لك ليه أو آتيك مصنف هنا أو يسقط هذا الفضل منكم وانيا واجبك لسر هموتان لادتشت لسر هموتان واجبوا لسر هموتان لادتشت بفعل طائفة منكم أو دين آتك تأويل لك أو دفعي أو آتشك أو دو آتشك جمهور ديهن نوا أوش هر ديسان أما تأويل دكين دلن بابا لا آتك دا قاتلوك أمر بهر بمعنى خوي بيت حالي بون سونا تعلقي بمشركين وبستوا بهر بمعنى خوي بيت بلام ليرا قاتلو بو كلا بلام لبعضي دا استعمال بوا وانيا دقى المشركين شرب كان يعني بعضي كو حالي بون سونا چون وانيكا ناكرت خو تواوي خلق بو شرب سن وانيا تواوي كارو كاسبي وتواوي أمورات ويلكن منظور بعضا واني قاتلو لفزي كل كيبا وان لبعضي دا استعمال كلاوة حالي بون سونا تاو وانيكا بس أمش آياتكاني وان آياتكاني جمهور تأويل داكين حالي بون سونا بلان تأويلي كام لا باشترا حالي بون سونا تأويلي كي كام ديكين باشترا شون اما اصلا آياتكا نزلنا دين آياتكا قاتل المشركين كإنشايا أما هل بإنشاء باقي دي لنوا فقد نهاية دلين لفزك لفزي كل بلان لبعضي دا استعمالك وانيا وكو عامي مخصوص حالي بون سونا كأول نموني زولا بلان شاو جمهور آتكي ما تشلي لكن وانيا دلان معنى آتكا أصلا لفزي آتكا كإنشايا ديكنا خبر وانيا دلان أصلا إنشاك بمعنى خبر يعني كلن آتك لمعنى خوي لا ددن دلن أصلا آتك أمرواني تيدانيا آتك ديه خبري كبدان ديه بلد بعضيك بيكن وانيا منزوريش يوانيا بعضيك بيكن منزوري أوايا أقا بعضيك كردو قناك لسر هم ولا لسي يعني كلن آتك لمعنى خوي لا ددن بس تأويلك تأويلك بعيد دولا أو مقاسي آتك حالي من سونا جباشا باوكي مصنفي نظري جمهوري همو خودي مصنف دقال امام رازي بو
بلان باوكي مصنفي دقل جمهوريا حالي بونسونا باشا باوكي مصنفي جيكيك لجمهوري دي بلان بولا جمهور جداي كردوتوا اوش دلت اخر وذكر والده مع الجمهوري مقدما عليهم مقدما حال لا مصنفي ين مقدما حال لا والدي مصنفي قال تقوية لهم فإنه أهل لذلك مصنف وانك باوكي خوي دقل جمهوري نيوي برد يعني لجمهور جداي كردوان كمصنفش حالي ويا باوكي خوي حتى وبيش دا لسر جمهوري دا بيش دا نيوي باوكي خوي هنا حالي بون سونا باشا بو مصنف واي كردوان والا مصنف بو خوي دلت بو يوام كردو تقوية لهم بوی که با وسیله هم نظربونی باوکی خوم دگل جمهور باو کار تقویتی جمهوری تقویتی جمهورم کرده بید بوی اویشن دگل جمهوری دا باز کردوا که برا در جباشا بو مگر او که باوکی مصنفی دگل جمهوری هم جمهور تقویت دبن بوی اویش در شارق دلاره والا فا اینهو البته مصنفه فا اینهو اهل لذالک توی تیاره والا باوکی مصنفی وانکه اهلیتی هیو لياقتي ويهي كجمهور تقويت بكلين بواسيله شو عالميكي زور قوره بوي دي باوكي مصنفيش حالي بون سونا فس تائره دو نزلن هيا آيا واجب بوني فعلك لسر بعضك لأفراده يا لسر كل أفراد حالي بون سونا مصنف دي كود لسر بعضك لأفراده جمهور دان كل لسر كل أفراده ونيا ولدوايا با أنجام داني بعضيكيش گناه لسر همیان ساقید دبید بلام اما لسر قول الصح حکم روین وانی او قولی که مصنف با الصحی دانابو وانی که فعلک لبعضك طلب کراوا لبعضك لأفراد او بعضی مبهما ین معینا سی قول هیا حالی بون سونا والمختار على الاولی البعض مبهم اذ لا دلیل على انه معین قولي مختار بناء لسر قول أولك كبلين فعلك لبعضك طلب كراوة قولي مختار أوي أو بعضي معينية أو بعض غير معينة بوشي معينية إذ لا دليل على أنه معين شنو ما هيش دليل كنية بلين بعضك معينة بعضك بعضك معينة أوي كفعلك لداوة كراوة بس فمن قام مادام وانك بعضك غير معينة وأني بعضي غير معين أويا هل بعضي كبير هل بعضي كبير في على كبكات أو جناه لسنا ما ساقد به فس فمن قام به سقط الفضل بفعله فس هل بعضي كفعلك أنجام دا أو واجبك بأنجام داني ساقد به لسنا ما حليمون سنا أو وذاك قولي مختارا لكن مصنفي بلن وقيل البعض معين عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره بعضك اشتوانا ولا بعضك معينة أو بعضيك فعلك لوان طلب كراوة معينة وانيا كمثلا زيدا بلن خداد شن برحمة چا أو بعضي فعلك بكات چا غيري وفعلك بكات قناه لسر هم ولا دبا وانيا واجبك ساقد دبير بأنجام داني أو يبنفر معينة بأنجام داني غير أو معينش غير أو نفر معينة هاتشان فعلك لم يطلب كراوة بلام غير يجبك واجبك لسر همان ساقي الدبير كابل دل الجباش أو النموني هيا فعلك لسر زيد واجبوا بلام يكيك دي كجبك واجبك ساقي الدبير أوش دلالة ولا نموني هي وكل قرز دا كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره عنه هل وكو چون نفركي كمديون قرز دارا قرز لسر ميلا دا تير بسبب أويك غيري أو قرز داريان قرزك بدا حاليبون چونا الآن قرز لسر مثلا أمن قرز دارم قرز لسر منا بلا مگر أتوش قرزك من بدا وقرزك لسر ميلا دا تير حاليبون چونا أوش بس لو قبيله وقيل البعض من قام به لسقوطه بفعله بعضك اشتويانا كتويانا ولا او بعضيك فعلك طلب كراولوي معينة
أبيش كي همن أو كسيك فعل كدك أو كسيك دشي فعل كدك أو فعلك لبي لسلبي واجب هو هل يكون سنة بوتي فعلك لسلبي واجب هو لسقوطه بفعله هل يكون سنة شنكو أوني بأنجام داني واجبك ساقي الدبير وانيا واجبك لسر هما ساقي الدبير بس ديال لسلبي واجب هو هل يكون سنة كأما أو قولان من باس كردوه لبحثي واجبي مخير إجدا هل يكون سنة بلام وانك ليلة باسي ويدكات ك أو اختلافي لبيني بعضو كل كذا هيا أو اختلافي كي معنوية حليبون سونا أو نيا وانك جمهور دان كود فعلك واجبوني فعلك لسر كل أفراد هو سيقو لك يديكا سيقول لي ديكا نبوي دي كواجبوني فعلك لسر بعضك لأفراد بيت جاء بعضي مبهم يا بعضي معين عند الله يا بعضي كيكا قام بالفعل أو بعضي كفعلك لك سيقوله وانيا أو سيقولنا متفق بن لوي داكا وانك فعلك لبعضي كي تلقوا حالي بون سونا جاء اختلافي بيني وانا معنوية سون الآن ثم مداره على الظن فاشا مزانا كان مداري تعلق بستني أو فعل كفرز الكفاية مداري تعلق بستني ببا إنسانك لسر ظن وانا شون أصلا لا فروعي عملي دا وانك ظن لا كيدي وانا عمل بالظن وانا ذكري جاب باشا الان فرقين شونا فعلى قول البعض من ظن ان غيره لم يفعله وجب عليه والا فلا بنا بقول او كساني كدر فعلك لسر بعض واجب هو هل يكون شونا فعلك لسر بعض كي واجب دي باشا وانك فعلك لسر بعض كي واجب هو دخو او بعضيا قرارني خصوصي من بيت وانيا قرارنيا خصوصي او بعضيا من بل هل يكون سنة فس اصل براءتي زمية وانيا اصل اوياك فعلك لسر خصوصي من واجبني لسر بعضي واجبة اصل اوياك لسر خصوصي من واجبني وانيا دي باشا او اصلي بوسيلة الشك لا ناتيت لو بدوا من شك بو بيدا بك آية غيري من فعلك ان كردويا نا بشك لا ناتي بلام اقل ظن بيداكر كغيري من فعلك ينكر دوا وانيا ظن جميلاكي عملا اقل ظن بيداكر كغيري من فعلك ينكر دوا اولا سنة من واجب دبي وإلا اقل او ظن بو بيدان بو وانيا او فلا لسنة من واجب نابي شون اصل براءتي زمة وانيا اولا سر قولي بعضك حالي بون سونا فس اقا ظنن بو بيدابو كغيري من نيكر دوا يان يقينن بو بيدابو بطريقي او لا كغيري من نيكر دوا اولا سنة من واجب دابيت بلا ما اقا فقط شكم هابيت لانيو شك دابن فقط شكم هابيت كان شاد غيري من فعلكي نكر بي شاد كربي او اسلك بوسيلة شك لا ناسي حالي بون سونا اصل كبراءتي زمة وانيا شنكو او قولي ديكود كنسر بعضي كي واجبا حالي بون سونا خو لسر خصوصي من واجب نيا لسر بعضي واجبا حالي بون سونا ولي اقا الظن مخيدا كتك غيري من ني كردو ناشي كاد او شي كتباها جوانبو وانيا ان اقا من ظن ان غيره لم يفعله ولا يفعله نكردو يتي ندشي كاد اقا الظن مخيدا كرد غيري من ني كردو ناشي كاد يان يقين بيداكر او لسر من واجب دبي والا واجب نابي بلام او قولي كدلت فعلك لكل افراد طلب هو وان لقولي لو قولي داتونا وعلى قول الكل من ظن ان غيره فعله سقط عنه شو او قولي كدلت فعلك لكل افراد طلب هو بس هل لاول فعلك واجب لسر مش بس هل لاول
ليرا أصل أوايك فعلك لسر مني جواجبة فعلك لمش طلبوا وانيا خطابك رويد شخصي منيش كردوا بخصوصي بنابو قوليه كدلا فعلك لكل أفراد طلبوا حالي بون سونا فس خطابك تعلقي بمني شوا بستوا حالي بون سونا أصل أوايك كخطابك رويد مش كردوا فعلك فس لسر مني جواجبة وانيا اقل لو بدو الشكم بو بيدابو كغير من شايد فعلك كربي بوي خطابك لسر من لا ناتب وانيا اصل اوايك خطابك رو الى مش كردو بس دخو بشك لا ناتب ولي اقل ظنم بو بيدابو كغير من كردو يتي اولا سر من ساقي الدبي ظنم بو بيدابو يان يقينم بو بيدابو بس وعلى قول الكلي من ظن ان غيره فعله من ظن أن غيره فعله هل يقول سنة سقط عنه ومن لا فلا فأسل أويك لسل شخصي من جوازبة فعلك واني شوف فعلك لكل أفراد طلبوا هل يقول سنة فأقر ظن فيداكر كغير من كدويتي يعني يقين فيداكر أولا سلمن لا دتشد وإلا لا ناتشد هل يقول سنة أو فس نتيجة اختلافي أو دو طرفانا دبيتها أو حالي كون سونا أو التواب أو زال لفرزي عين دا معلومة أجل شروعي بيبكي حالي كون سونا تواب كرناكي واجبة فرزي عين أجل شروعي بيبكي حق دنيا بطاليكي أو دبيت توابيكي بس أنا وكو نجيني ورو حالي بون سونا حق دنيا اللي وسط دا بيبغي ببيع وزل حالي بون سونا فرز الكفاج وايا فرز عين وايا فرز الكفاج وايا كأجا شروع التاكر تازا تواو اتمامكي واجب بيت تواو كرنكي واجب بيت او دو قولان بازدكات بعضي كتويانا ويتعين فرض الكفاية بالشروع فيه وانيا فرز الكفاية هل وقت شون فرزي عين بسبب شروع كردن بوي إتمامكي واجب دبيت فرز الكفاج بسبب أويك شروعي بيبكي دبيت فرزي عين وانيا كابرا دارت زهباشة شون دبيت فرزي عين يعني فرز الكفاج دبيت فرزي عين أخي خوشتيوا ناكري حالي بون سونا أويش دار بابا أي يصير بذلك فرض عين يعني مثله بسبب شروع كردن بفرز الكفاية فرز الكفاية كدبت فرز عين يعني وكو فرز عيني لديد لشي دا لو داك إتمامك واجبه وانيا وإلا حقيقة فرز كفاية كنابت فرز عين وانيا هو فرز كفاية نابت فرز عين وكو فرز عيني لديد لو داك تواكرنك واجب دبيت واجب أو نفر شروع كردوا دبي خدي أو نفر تواكرت حالي بون سونا أو بنا بنظريكية على الأصحي أو بنا بقول الصحة لكن مصنفي باشا بس شو دليلكي أجر شروعي بكرة إتمامك واجب دبيت وكو فرزي عين ولا بسبب أويك بوصل فرزي كفاية بوصل فرزي عين قياس ذكري لو مسألة دا وانيا شنو هالدو كان أمنيا لا فرزبون دا مشتركن فرزي كفاية فرزي عين بس لنا فرزي كفاية بوصل فرزي عين قياس كراو لو مسألة دا بجامع الفرضية بسبب علتك جامعي مشترك كهمن فرزبونا وني هل دوكيان فرزن بس هل وكو شون فرزي عين وايا كاقا شروع تفكر اتمامك واجب دبي فرزي كفاش بس دبي وابيدي شنكو اوني اوش فرزا بس دبي وكو فرزي عين وابي حالي بون سونا أو قول أصحى كذا، ولقولي كذي كان هيا كألبتة بيجوي أو قولي بخيرين أمن شتكي باسكم جهادو صلاة جنازة وحج وعمرة وانيا أو شوارنا بس وانك أجا شروع يعني بكي إتمام واجبة وانيا أول الشرع ده باسي لك لا أو شوارنا صلاة الجنازة جهادو حج وعمره البته حج وعمري
زيادة لسر حج عمره كي كفرزي عينا حج عمره فرز الكفاية حالي كون سونا أو شوارانا حج عمره فرز الكفاش أويا أقر همو فرز يعني همو حج عمره فرزي عينا أنجام دا واني همو مكلفة كان ديسا لسر مكلفة كان واجبة كان صالي يكجر حج عمره كان دبي حج عمره برقزار بكلي صالي يكجر فس فرز الكفاية دبيت حتى أجا فرز كين تواي مكلفة كان حج عمره فرزي عينيان كربير بلان ديسان حج عمره فرز الكفاية همو صالي كي هيا يعني همو صالي دبي برقزار بكلي حج عمره حالي كنت سونا جا حج عمره فرز الكفاية اويا او تشارانو ده نظر دابيت اوانا بسبب اوي كشروعيان في بكي اتمامي الواجبة حالي كنت سونا ولي فرز الكفاية كان ديك غيري أو شواري وانينا كبسبب شروع كردن إتمام واجب بيت حالي قلت سونا ذاتو مصنف قول أصحكي با مطلقي كت نيكت فقد أو شوارانا إتمام واجب دبيت كتي يتعين فرض الكفاية بشروعي فيه كتي همو فرز الكفاية بسبب أوك شروعي بيبك إتمام واجب دبيت نك فقد أو شوارانا حالي قلت سونا جاءوا دوايا نتيجة جيري لذكين جاء قول دوا مكش بخينين وقيل لا يجب إتمامه وقيل لا يجب إتمامه قولك دي كشن هي كدلت فرز الكفاية بسبب ويك شروعي في بكري إتمامي واجب نابت وانيا بسبب ويك شروعي في بكري إتمامي واجب نابت باشا بو إتمامك واجب نابت فرز الكفاية شو فرقك يا دقل فرز عين ونيا أو قيلة دل ولا فرق ينها والفرق فرقك جأوية والفرق أن القصد به حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه دل فرق بين فرز عين وفرز كفاية أوية لا فرز عين دا أويك مقصودا لا فرز كفاية دا أويك فرز الكفاية كتحصيل بكريت في الجملة في الجملة يعني من غير نظر بالذات إلى فاعله يعني بالذات نظر بفاعلك ناكريك كيبت مقصودي أصلي أوي فعلك هبي حالي قلت هنا لباشا ماذا مقصودي أصلي أوي خو لازمناك أو كسيك فعلك شروع كدو حتما هر أويج بيك وانيا با اون فريق شروعي كدو لو صدع فعلك قطع كات تواوينك دو بايكي كي ديك بيك حالي بون سونا فس فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه فس معين نيا واجب نيا حتما فرز الكفاية كان تحصيل بكري لترفي كسيك وكشروعي بيك دو واني با او كسيك شروعي بيك دو با خودي او نفراتك تواوينك دو ايكي كي دي بيك خو مقصود فعلك هبي حالي بون سونا بالذات نظر بفاعلك ناكريك كيبه فس فيجب إتمام صلاة الجنازة على الأصحي أو وانك قيلك اجدال أو فرقها لبين فرز عين وفرز كفاية جاء أو قول دوا مشتاوه بلان بشي نوسر قول أصحك الآن صلاة الجنازة فرز كفاية دي وانيا أجا الشروع تبكر إتمامك واجبة يعنى إتمامك واجبة حالي بون سونا هر وقت چون اگر نفرك بو جهاد بروات حالي بون سونا و لصفي جهادك دا راوستا ادي تازه حقي نيب قراتوا حالي بون سونا دبيت بردوان بيت وانيا لصفي قتالك دا جهادش كفرز الكفاية فس فيجب إتمام صلاة الجنازة على الأصحي واجبا نيجي جنازك توابك أو نفريك شروعي في كردوا وانيا خدي أو نفرج دبي توابك بنا لسر قول أصحك وانيا هر وكوشون مسألة جهادك جوا كما يجب الاستمرار في صف القتال جزما لما في الانصراف عنه من كسر قلوب الجندي هر وكوشون
بردوامبون لصفي قتال دا استمرار لصفي قتال دا واجبة ونيا كالبتا استمرار لصفي قتال دا واجبة أو اختلافي تداني جزما ونيا إذي أو اتفاقنا باشا بو يعني هل وكتون استمرار لصفي قتال كدا واجبة إتمامكي واجبة استمرار همان إتمامي دي حاليبون تونا هر بوجود إتمام صلاة الجنازة واجبة حاليبون تونا جباشا استمرار لصفي قتال دا وانيا مانا ولصفي قتال كدا بو واجبة دليل سيا وانيا اگر لن يصفي قتال كدا راوستاي تازا دبي بمينيو دليل سيا دبي تواوي كي ولا لما في الانصراف عنه من كسر قلوب الجندي بخاطر ما يكي كان لا لكشان ولا صفي قتال ده هيا ما يكشيا ما يك شكاندني ضلي وانك لشكراكيا يعني اقر او كسيك لصفك دارا وستاو بكشيتوا شايد شكستي نخون واني بلام او بخوي شكاندني ضلي سربازكاني ديكيا واني يعني إرادة ضعيف دكات حالي بون سونا ديان ترسيني حالي بون سونا بويا حقينية لصفي قتالك بقرتوا دبيت لصفي قتالك داب مينتوا أو الدليل كي أو كا اتفاقشي لسنا استمرار لصفي قتالك جا هر بوجوريا إتمام صلاة الجنازة كجواجبة حالي بون سونا كابرا دلاء قوايا أدي بون وانك اتو او دو مثالانة هنا وتوا ادي بولا بعضا جيه كيدا اشتكى فرزو الكفاية بلام او كسيك شروعي بيدكات واجبني تواويكا وانيا مثلا لا فيربوني علم دا حاليبون سونا اخف فيربوني علم تعلمي علم فرزو الكفاية دي حاليبون سونا دا حالي كيدا او متعلمي كدستي بيدكات واجبني تواويكا حالي بون سونا أدي بولا يواجبني أوجد الله بابا وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن آنس الرشد فيه من نفسه على الأصحي لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها بخلاف صلاة الجنازة حالي بون سونا دالا بابا بويا إذا مدان بتعلم علم واجبني بو متعلمي بو متعلمي كشكا إحساسي رشتو ترقيب كات لا علم كدا لا فيربوني علم كدا لا خويدا وانيا البتا أوكد لين واجبنيا حتى بو أو متعلمي كإحساسي رشتو ترقيدا كات وإلا أقر إحساس كات ترقينا كات وانيا أو همو دلن واجبنيا وانيا واجبنيا إدامة كدا حاليبون سونا تشون فير نابي وانيا بلام حتى بو متعلمي كيك إحساسي رشد ترقيدا كان خويدا واني حتى بو ويش واجبني كإدامة بدات بتعلمي علمك بو واجبني إدامة بدات خو فرزي كفاية دبي توابك حتى بنا بقولي الصحكش بو يواجبني شنكو أو مسألة كي خندو فيري بو واني خو لازمني أقر أو مسألة بخوي علمك هر مسألة علمك دي خو أو أجر وانك علمك يخين خو لسري واجبني علمك يديش بخيني حالي بون سونا هس بوي لسري واجبني إدامة بداد لأن كل مسألة مطلوبة برأسها يعني كل مسألة وانك بجداغانا مطلوبة وانيا ومنقطعة وجداء لغير خو يعني هر مسألة علمي بخوي فرزي كفاية زانيني فيربوني دواشا أو مسألة يكي أجل مسألة يكي فيربو خو لازم نيه مسألة كدي كش فيربي شون أو شتيكي جدايا بلان بخلاف صلاة جنازة هموي بيك فعل حسابة هموي بيك فرزي كفاية حسابة بيك شد فس أجل بعزيكي أنجام دا نكري بعزيكي بكا وبعزيكي نكا أجل بعزيكي كر دبي بعزيكي دي كش بكا شون صلاة جنازة هموكي وكو يكشد وايا حالي بون سونا فس فرقه كان لو ايدا جاك ابران دالا باشا العام لو دو قولانا قولي كاميان باشترا حالي بون سونا قولي مصنفي شبو
أو أبوك يتعين فرز الكفاية بالشروع فيه يتعين وأن قولي بعضكش قولي بعضك ديش أو أبوك لا يتعين وأن بمطلقش قولي خوان كدويدي هل يكون سنة؟ ده حالك ده من قتم شوار ده مثال هيك أصلا نزاع نيه لو شوارنا ده كان إتماميا واجبة وأني لدواء شروع كردن شوار مثالك شبو صلاة الجنازة جهاد حج وعمرة فرض كفاية هل يكون سنة؟ بس خو أو شوارنا مناقشة أنت داني أو شوار مثالنا هل يكون سنة؟ بس أقواب اختلافة كدرت اختلافك لفزي وأني مصنف كدلت مصنف كديكوت فرض الكفاية إتمام الواجب منزوري أو شوارانية وأني مصنف كديكوت فرض الكفاية إتمام الواجب دبير لدواء الشروع كردن منزوري أو شوارانية فقط منزوري هم فرض الكفاية إغنية حالي بونسونا دباشا أو دخي قول دواء مكش كديكوت فرض الكفاية إتمامي واجبنية منزولي أويا غيري أو شوارانا أو شوارانا إتمام الواجبة وانيا فس أقابر اختلاف كان دمت اختلافي كي لفزي حاليبون سونا ولي عبارتي كاميا باشترا عبارتيا حاليبون سونا أمش دانا والله عبارتي هل يقلو دوانا لجهتك وباشترا لويديك فس اختلافك دمت لفزي هم حاليبون سونا للشربي نجد باسي كردوا وهو صريح في أن الخلاف بين الطريقين لفظي هل يكون سونا؟ وما ذكره تبعا لابن الرفعة في مطلبه في باب الوديعة من أنه يتعين بالشروع على الأصح بالنظر إلى الأصول أقعد هل يكون سونا؟ أقعد مما ذكره البارزي في التمييز تبعا للغزالي هل يكون سنة؟ أويك مصنف أو تعبيريك مصنف كتي كربة مصنف تعبيرك إخوشينيا بتبعيا لابن الرفعة كتويتي وانيا ابن الرفعة تعبيرك لكتاب المطلب خويدا كتوا لباب وديعة بلام أو تعبيريك مصنف كتي كتعبيرك شبو أو بمطلقي كتي يتعين بالشروع يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه على الأصح هل يكون سنة؟ شو تعبيركيوي موجبة جملة موجبة يتعين هل يكون سنة؟ أو تعبيرك مصنف كتوتي أو عبارة مصنف كتي بتقليل لابن الرفعة كابن الرفعة عبارتك إلى كتاب مطلب داكتوا لباب وديعة كعبارتك مصنف كتيبة تقليل ابن الرفعة أو يتعين هل يكون سنة؟ عبارة مصنفي بنزل بولاي قواعد باشترا لو اشتيك بارزي كتويتي لكتاب تمييز دا وانيا كأو اشتي بارزيش كتويتي لكتاب تمييز دا بتبعيا لإمام غزالية وأو اشتيك كتويتيش من أنه لا يتعين بالشروع على الأصحي إلا الجهاد وصلاة الجنازة هل يكون سنة؟ عبارة مصنف لعبارة بارزي باشترا محكمتنا هل يكون سنة؟ بنزل بولاي أصول قواعد عبارة مصنف يتعينويا عبارة بارزيشيا كبتقليل الإمام غزالي كتويتي عبارة وي أويا كتويتي لا يتعين بالشروع على الأصحي إلا الجهاد وصلاة الجنازة وانيا فرزي كفاية كان لا يتعين وكو فرض عين لنا وإتمام واجب نابر إلا جهاد نبيو إلا صلاة جنازة نبيو حج عمري فرض كفاش كلمة أودواني نبتو هل يكون سنة؟ ولي أودوان شهر شو عبارة مصنف يتعين ويا عبارة بارزي لا يتعين ويا كتي عبارة مصنف محكمتنا بنزل بولاي قواعد بنزل بولا قواعد بمحكمة شن عبارتي شن قواعد معمولا قليي موجبنا قواعد قاعدة كان معمولا بقليي موجبا دان هنن دباشا أو عبارتي كمصنف شناريتي موجبا يتعين هل يكون سنة
بلان لجهتي كشوا عبارتي بارزي باشترى لي مصنفي وإن كان بالنظر إلى الفروع أضبط هرچن ما ذكره البارزي أو عبارتي بارزي كتويتي كهمن لا يتعينو يا وانيا لا يتعين بالشروع إلا الجهاد وصلاة الجنازة تائرة أو عبارتي بارزي كتويتي بنزل ولاي باسكردني فروع مضبوط ترى وقانون من ترى حاليبون سونا تساو شمل عبارتي ويدا حتى باسي فروع شكراوة أو فروعانيك إتماما واجب دبت وانيا دليل فرز الكفاية كان ديكا إتماما واجب نيا لا يتعين إلا أو دوانا نبيت ين أو تشوارانا تشوارن شنكو حالي بون سوى بتاو فقط بيكتو حالي بون سوى تشاو حتى أو فروع إجباز دكات كان لفرز الكفاية كان كاميا إتماميا واجب دبيت حالي بون سوى فس أقوابي مزبوط ترى قانون من ترى عبارتي فس لو جهته عبارتي بباشتر حالي بون سوى لا هل يكي لجهتي كيرا اختلاف كشكتني دي دبيت اللفزي او بحثي فرض الكفايه بو او جر سنه كفايه بشي دلن وسنه الكفايه المنقسم اليها والى سنه العين مطلق السنه المتقدم حده كفرضها فيما تقدم وهو امور سنه الكفايه ك تشو امكن فرض الكفايه اويك فعلك كطلب كراوة بطلب جازم طلب جازم هاي لويدا ولي طلبك لبعضك لمكلفين ذكرا بنا بقول راجح بلان سنة كفاية أويك طلب ذكري بطلبك غير جازم حالي بنسونا سنة كفاية وطا سنة عينيش هردوكيان عبارة لا لويك بطلبك جازم طلب ذكرين بلا فرق كان لو إذا كسنة عين لا كل سنة عين أو كلا كل مكلفين طلب ذكري بطلبك غير جازم يلا عينك مخصوص حليبون سنة أو سنة عينة بلا سنة كفاية أو كلا بطلبك غير جازم طلب ذكري بلا لبعضك لمكلفين فرق كان لو إذا ونيا فالسنة كفاية وكو سنة عين طلب كراء وطلبك غير جازم ونيا ولي لبعضك لمكلفين حاليبون سونا فزاق بعضك أنجاميان دا أو طلب غير جازم نامينت طلبك جازم نيا ليرا غير جازم حاليبون سونا طلب أقا بعضك أنجاميان دا نالين قناه لادة تلسان هموان ونيا خو وانيكا أقا هموشان تركيكا قناهي نيا اگر همی اگر اگر بعضیک بیکن نه این گناه لاده تیل سر هموار طلب غیر جازی مکل بشه حالی بون سونم سنتی کفایه که بولای وی و بولای سنتی عین تقسیم ده به مطلق السنت مطلق السنتیش که تعریف که پیش تی پری فعلی که طلب کرده به طلبی غیر جازی جا سنتی کفایه و کفرز کفایه وای لتوایی حکم کانی ما تقدم ده که حکم کانی ما تقدم چند دنبون حكم كان ما تقدم شوار دانا بون حالي بون سونا جل أولا وبيدا دين أولا دلين لو جهتوا كسنة كفاية لسنة عين جدا بكريتوا ونيا فقد قيدي من غير نظر بالذات إلى فاعله بينين أو السنة كفاية لسنة عين جدا بكريتوا حالي بون سونا يكيك لو شتانا اوي احدها انها من حيث التمييز عن سنة العين مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله يكيك لو شتانا اوي كسنة كفاية لو جهت وكل سنة عين جدا بكريتوا ونيا لو جهت وكل سنة عين جدا بكريتوا او اندى تعريف بين بوي كافية ونيا بلين مهمة كشتيكي مهمة حالي بون سونا مهم ما حرك الهمة شتيكي معتنى به ك تحصيلك طلب ذكري بطلبك غير جازم ونيا سنة عين جوايا
بلان فرق ينسيان فرق ينوي للسنة كفاية من غير نظر بالذات إلى فاعله بالذات نزل بفاعلك ناكرك فاعلك كيبه هل يكون سنة؟ بس لو أن دايدا شريك مهم يقصد حصوله يقصدش بمعنى يطلبوا يطلبوا يعني طلبا غير جازم ولي لازمني أوي بغير شون أما لرنان هوا لا واجب جداي كينوا لأن هوا فقل لسنة عين جداي كينوا لماذا بقيد آخر لسنة عين جدا دبيتوا أجا ويستن لواجب جداي كينوا أو وقتي قيد جازم جدين لتعريف كذا وأن سنة كفاية أويا مهم يطلب طلبا جازما يطلب حصوله طلبا غير جازم وأن يطلب حصوله طلبا غير جازم من غير نظر بالذات إلى فاعله حاليون سنة؟ باشا وكو شي سنة كفاية كابتداء السلام وتشميت العاطس والتسمية للأكل من جهة جماعة في الثلاث مثلا وكو وانك وكو اويك نفرك دبيش دا سلام بكات وانيا يان نفرك كدا بشمير اتو يرحمك الله بوبلي يان بسم الله بونان خواردن حالي بون سونا كالبتا هر يق لوانا اغا نفرك بتنب سنة عين اغا نفرك بتنب وشون لخودي او نفر طلب دكري وانيا كنجي اوانا دبنا سنة كفاية من جهة جماعة في الثلاثي مثلا وانيا اگر هر یک لوانا ونیا اگر هر یک لوانا هر یک لو کارانا لطرفی جماعتی کو بیت هر یک لو کارانا لطرفی جماعتی کو طلب بکری ونیا لطرفی جماعتی کو هر یک لو کارانا صادر ببیت او وقتی اوانا لهر سیکیاندا اگر کارکا لطرفی جماعتی کو صادر ببیت هر سي كارك دبنا سنة كفاية وانيا مثلا دي لو سيانة دا وانيا لغير او سيانة جدا حالي بون سونا مثلا لو سيانة دا لطرف جماعتك وقال هل يقلو كاران صادر ببير او فرضي كفاية سنة كفاية لحقي وانا يعني يكي كان سنة بيكا يكي كان سنة بيكا مثلا جماعتك دين وانيا سنة يكي كان سلام بك نفرك بشمي سنة يكي كان يرحمك الله بلد اقا يكي كان كتي طلب غير جازي مكان اسر هم لا دشت حالي بون سونا اقر جماعتك لسر سفرة كبون جماعتك دان هونام خون يكي كان بسم الله بلد او طلبك لسر هم لا دشت حالي بون سونا او مطلبي اولا مطلبي دوام ثانيها مطلبي دوام اويا أوني دنكود آية فرضي عين قولت ليا فرضي كفاية ليرش هلو بحث ديتا بيشي آية سنة عين قولت ليا سنة كفاية ثانيها أنها أفضل من سنة العين عند الأستاذ ومن ذكر معه وانيا لو بيش وانيك سينا فر يعني لعال مكان دنكود فرضي كفاية قولت ليا وانيا ليرش هر أوسع عالمي دلين سنة كفاية قولتها حالي بون سنة ولي باقي ماندا دلين سنة عين قولتها حالي بون سنة مطلبي دوام أويكا سنة كفاية لسنة عين قولتها لكن أستاذ إسفرايني لكن أو دون فريدكك لقلبي دا ذكر كرامون باشا بو سنة كفاية قولتها لسقوط الطلب بقيام البعض بها عن الكل المطلوبين بها شنكو بسبب أويكا شن طلبك ساقط دبيت لسنة كفاية دا اگر يك نفر سنة كفاية كا طلبك لسر هم ولا دسي فس كاريكي قولي كردو فس او سنة كفاية كاريكي قولي بو كردو يتي حالي بون سنة البتا طلبك لا شيء طلب غير جازمك ها وانيا طلبك جازم نيخو حالي بون سنة بوية سنة كفاية قولتنا چون طلب غير جازمك لا دسي بسبب أويك بعضك سنة كفاك أنجام ده طلبك لا دشير لكل أو نفرانيك المطلوبين بها وانيا ك لكل أو نفرانيك داوان لكراب سنة كفاك بكن أبتا داوان لكراب في الجملة حالي بون سنة
داوان لكرابو في الجملة داوان لكرابو كسنة كفاية كبكن بطلبك غير جازم في الجملة داوان لكرابو مكلفين بوجوليك بعضك لنيو مكلفين دا سنة كبكن في الجملة يعني أول أو مطلبي جالبته أو وأنك بناء أو دليلة أو سعى المانة دلنا سنة كفاية قولتنا ولي كتن جمهور دلنا ولا سنة عين قولتنا شن سنة عين أويك لكل مكلفك طلبي دكات بطلبي غير جازم ديال الزور بوي مهمة كدير لكل مكلفك طلبي دكات هل يكون سنة؟ فدير السنة عين في زور بوي مهمة أقوال السنة عين قولتنا هل يكون سنة؟ مطلب السيوم أو الثالثها أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور وقيل من بعض مبهم وهو المختار وقيل معين عند الله تعالى يسقط الطلب بفعله وفعل وبفعل غيره وقيل من بعض قام بها ونيا أو دفعين لباري أو إذا كان قتن سنة كفاك طلب كراوة بطلبك غير جازم لماذا طلب كراوة لكل أفراد طلب كراوة بطلبك غير جازم يعني بعضك لأفراد طلب كراوة هل يقول سنة؟ لماذا شوار قولي؟ شوار قول لباري داها كسنة كفاك جمهور دلن لكل أفراد طلب كراوة بطلبك غير جازم ونيا لكل أفراد طلب كراوة بلام أقل يك نفرج أنجامدا طلب غير جازمة كالسر هم ولا هاتين أو جار قولي دوام أويك لبعضك طلب كراوة واني أو بعضيج مبهمة لبعض مبهم طلب كراوة هل يكون سنة؟ دي باشا بعض مبهم أميش دقريتوا أتوش دقريتوا زيدي دقريتوا خاليدي دقريتوا فس هر يقلوانا فعلكي أنجامدا أو بعض مبهمك يا ونيا فس أقواب واجبك بلام سنتك لا دتشيت يعني طلب غير جازمك لا دتشيت أو دفعي كاوش قولي مختار بويدي قولي السيوم أويك أو بعضيك فعلك اللي طلب كراوة بطلبك غير جازم بعضيك معينة لكن خداي ونيا يك نفري معينة بلام شا أو فعلك أنجام داد طلب غير جازمك ساقي دبيت چه غیری بی فعل کبکه؟ حالی مون سونا قولی چارمش اویه که فعل سنت کفایه که طلب کرا و با طلبی که غیر جازم لبعضی که او بعضش که همان او کسی که اول جار فعل کدکات حالی مون سونا او همان بعضه که حالی مون سونا کلبته تنها قول دومک قولی مختاره لکنه مطلبی چارم که مطلبی آخره مطلبی چارم او بو لفرزي كفاية دا كتن آية بسبب أوي كشروعي في بقي إتمامك واجب دا بيانا كلاو درسي داخل ما لسنة كفاية دا هر أو مطلبة هيا بلان بكميك فرقه حالي بون سونا شنكو معلومة خو سنة كفاية هيج سنة عينيش خو لازمنيتو إدامي بدي حالي بون سونا حتى سنة عينيش بنا بمذهبي مها حالي بون سونا وإلا حنفية دا كود عملي مندوبش أجا دستت بيكر واجبة تواويكي بلان بنا بمذهبي ما حتى السنة عينيش واجبني تواويكي چه بقى بسنة كفاية حالي بون سونا چون سنة خو واجبني تا بوخوي واجبني چه بقى بويكي اتمامكي واجبني حالي بون سونا ولي بكمك تفاوتوا أو مطلبة سوارو مالي رشايا أوش أويا رابعها أنها تتعين بالشروع فيها أي تصير سنة تصير به سنة عين يعني مثلها أنها أبتا أنها تتعين بدي مطلب تشارم أويا كسنة كفاية دقريب سنة عين بسبب أويا كشروع في بكرين تتعين يعني شيء معين دبير يعني دقريب سنة عين به بسبب شروع كردن بوي كابلان الله شون ما قد ذكره بيت السنة عين دلين بابا منزول اوية وكو سنة عين لديد دلاش الله شي ده لوجوب اتمام ده وكو سنة عين لديد نقل
لو داك إتمامي واجب بيت حتى سنة عينج إتمامي واجب نيا أدلة شيلة وكو سنة عين اليدب في تأكد طلب الإتمام على الصحيح ونيا لو داك طلب إتمامكي مؤكد تبدأ بيت حالي بونسونا أوش بنا بقولي الصحيح ديك يتعينوا لماذا قولي أصح لك مصنفي أو بك يتعين فرض الكفاية لماذا قولي أصح أو يكا وكو سنة عين لدد لوداك طلب إتمامك مؤكد تدبي ولي واجبنا هل يكون سنة أخذتها سنة عين ننكد قولتنا أو قولي راجح يدي لك جمهوري بيج قلس عالمك ما دام قولتنا بس طلب إتمامك لسنة عين دا مؤكد ترى تأكيد زياتري لسرك توابك لي أجا شروع كلام هاتشن واجبني ها لبي بلان لبي طلب إتمامك مؤكد ترى جا سنة كفاش دواي أوي كشروعي بكرا وانيا أو طلب إتمامك مؤكد ترد بيت وانيا ولي وانيك بيج أوي كشروعي بكري ها وانيك طلبك مؤكد نبوة هل فقط وانك طلبك هبويدي طلبك غير جازم لباري سنة كفا كذا كبكري وانيا بلان دواي اويك شروعي كذا كبكري وكو سنة عيني لدل لودا كطلب اتمامك مؤكد دبي حالي بنتونا طلب اتمامك تأكيدي لسر دبي ولي واجب هر نابي شون حل سنة عيني جدا اتمام واجبني دواي اويك شروعي كذا حالي بنتونا